هادي شي عام ما بقاش نقدر نزيد، كتجيني شي حاجه هنايا كنتخنق بحال اللي وكنسخف ما كنقدرش نكمل المشيان ديالي. وانا سعاد عندي 49 عام وكنعاني بهذا المرض ديال السكر 15 عام، وفي التالي هادي شي عام ما بقاش نقدر نزيد، كتجيني شي حاجه هنايا كنتخنق بحال اللي وكنسخف ما كنقدرش نكمل المشيان ديالي. هاد العمليه ديال الجراحه ديال القلب هي عمليه قلب مفتوح، يعني كنفتحوا القلب وكنقوموا بتعويض شرايين اللي تالفه اللي فيها الاختناقات، كنحاولوا نزيدوا شرايين جديده يعني عروق جديده باش الدم يوصل لجميع المناطق المتضرره في القلب. العمليه كدار يعني سو سيركولاسيون اكسترا كوربوريل، يعني بدوره دمويه خارجيه، وهي عملية اللي معقدة ولكن كنقوموا بها يعني دو فاسون بريسك كوتيديان او نيفو ديال لوبيتال انترناسيونال دو فاس. المهم السيده ديالي انا بقوت انني انا كنت مخلوع عليها وكنموت بالخلعه من اللي شاد الناس هادو ارتحيت بزاف، وهي من العمليات الجد المعقده بزاف لدرجه انني انا خفت بزاف، ولكن كان عندي الثقه واليقين في دوك الناس لان كنعرفهم ناس اكفاء، وفعلا العمليه دازت في احسن الظروف. خرجت السيده ديالي من 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 البلوك. المده ديال الاستشفاء كانت نهار ونص، من بعد العنايه المركزه المريضه جلست في الغرفه ديالها لمده واحد 4 ايام. اليوم الثالث كانت تمشات في الكولوار، اليوم الرابع كانت استطاعت انها تطلع وتهبط طابق ديال الدروج، ومن بعد استرجعت القوى ديالها عاديه. انا مرافق ديال الزوجة ديالي وكنلاحظ شي حوايج ان الناس كتسهر على الصحة ديال هاد الناس هادو ليلة نهار، داكشي رائع لا بالنسبة للجودة ديال الخدمات لا بالنسبة للتعامل ديال الإدارة لا بالنسبة للناس هنا البنات اللي كيخدموا وكيشرفوا على هاد المسائل ديال الليل اللي خصو كيجيبوها لي كيعاملوا على ان الا كان كبير كيعاملوا على ان الاب ديالهم ولا الام ديالهم ناس اللي عمرها سلعة. شخصيا كنعرف دكاترة، بعض الدكاترة منهم الدكتور مسوك الله يعمرها سلعة، الدكتور المالكي الله يعمرها سلعة، هادو يعني ناس أكفاء. غادي تخرج إن شاء الله من المستشفى اليوم السادس، غادي ترجع للحياة اليومية ديالها ولوليداتها وبصحة وبعافية. هاد العملية هادي المصاريف العلاجية ديالها تكفلت بها صندوق الضمان الاجتماعي بفضل البارتناريا اللي عندنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لواحد النسبة ديال 100%.